السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين البنات؟ لاباس عليكم؟ كي دايرة مع الصحة؟ مباركة واشركم، الله يدخلهم عليكم بالصحة والسلامة وطولة العمر إن شاء الله. ما بقى والو للعيد إن شاء الله، بقات لي 10 أيام. دابا هاد 10 أيام هادي غادي نوجدو راسنا للعيد إن شاء الله، بالشهيوات والتخمال والماسك للوجه، التنقيات للبشرة إن شاء الله. دابا غادي نوريكم واحد الوصفة ديال البشرة كتنقي الوجه وكتردوه بيض، زوينة بزاف البشرة ديال الوجه. هي وصفة سهلة وزوينة وخاصك تتبعها يوميا ديريها، زوينة بزاف البشرة ديال الوجه. الوصفة ديال الوجه هي الحمص، الحمص يابس والنبق يابس. من بعد ما انا طحنت الحمص والنبق طحنته، رديته بودرة النبق والحمص كذلك. كنحتاجو النبق والحمص والخل والعسل. العسل الحر عندي معلقة صغيرة، عندي هذا عسل الحر ومعلقة كبيرة ديال الخل. دابا غادي نخلو خل التفاح فوق العسل باش يدوب، باش يدوب هذاك العسل ديالنا، وغادي نخلطوه. غنشدو معلقة كبيرة ديال بودرة ديال الحمص ومعلقة كبيرة ديال بودرة ديال النبق. زوينة هاد الوصفة هادي، كتبيض الوجه وكتنقيه بزاف بزاف. غادي نخلطها، إلا كان قاسح غادي نزيدو شوية الماء على حسب الخليط. المهم تديريه جاري باش يشرب، باش يطلق هذوك الفوائد ديالو. ديريه جاري وخليه شي 10 دقائق. من بعد ما خلطتو تصبح على هذا الشكل هذا، هو ديريه جاري، خليه 5 دقائق 10 دقائق على حسب باش يطلق. وغادي يختار من بعد، غادي يختار وانتي غادي ديري البشره ديالك. غتخليه شي ساعه، المهم غادي ديري البشره ديالك على الطريقه هذه. غديروا لوجوكم بالطريقه هذه وغتخليوه يشرب ساعه ساعتين، المهم تنشف مزيان. من بعد غادي تغسلوه ودنو وجهكم شويه زيت ارغان، الا كاين عندكم، ما كانش عندكم شويه زيت العود. المهم زيت العود ولا زيت ارغان ديروها بالليل، ما تجروهاش بالنهار على حساب الشمس. وراه هو تيبيض وزوين وكيحيد دوك الهالات السوداء اللي تيكونوا في البشره ديال الوجه ودوك البقع السوداء، زوين بزاف البشره. جربوا هذا الماسك، هو زوين بزاف بزاف للبشره ديال الوجه، مزيان. هو بالنسبه لهذا الصيف والحراره اللي كتعرض اللي تيتعرض لها الوجه، مفيد ليها وزوين بق البشره. والحمص حتى هو والعسل والخل حتى هما زوينين للبشره. مزيانه لكم ديروه بالليل في الصباح في وسط النهار، المهم ديروه خليه ساعه ولا ساعتين، المهم راه زوين هو بزاف. وشكرا على تتبعكم لقناتي، كنشكركم بزاف بزاف. وما تنساوش دير ليا جيم وابوني. شكرا لكم بزاف بزاف.